يوم من أيام ثورة تشرين، حيث لا جديد هنا سوى إصرار المتظاهرين المرابطين في ساحات الاعتصام على إزاحة الأحزاب الفاسدة التي لا تزال تطرح مرشحيها لتشكيل الحكومة المؤقتة، أملا منهم في إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل غرق سفينة الشركاء السياسيين بالكامل. قد لا يفهم البعض سبب إصرار الأحزاب على فرض مرشحيها خلافاً لإرادة المتظاهرين، رغم علمها المسبق بالرفض الشعبي لهم، إلا أن متظاهري ساحة التحرير في بغداد أجابوا عن هذا التساؤل. يحاولون أن يختاروا شخصية رئيس الوزراء قريبة لهم كي لا تتم عملية الكشف عن جرائمهم وعن ما ارتكبوه، حتى لا يجيعوا الشخص من الشعب يحاربهم. فهم شو يريدون؟ يريدون شخص منهم وبيهم. احنا لا، ما نريد منهم وبيهم، احنا خلاص نريد تغيير، تغيير جذري. اما عن مواصفات رئيس وزراء الشعب كما يصفه المتظاهرون، فانها علقت حيث وجدت مكانا لها في ساحة التحرير وبخط كبير وبنقاط واضحة. هاي الناحية ما راح ينتفعون لا هم ولا احزابهم، في أكيد يصرون على مرشح من أحزابهم الفازة حتى يكون منتفعين ويأخذون بأموال الشعب وقتل الفقراء سبك الدماء. تصرون على أن رئيس الوزراء القادم هو من ساحة من أحزابكم، هذا مرفوض ولا راح يصير. نعطي دماء، نعطي تضحية، باقيين بالساحات ونرفض ترشيح رئيس الوزراء من الأحزاب. ما نريد من الأحزاب، نريد عراقي وطني مستقل قلبه على العراق، يحس بمعاناة الشعب العراقي. الواقع السياسي الذي فرضه أحرار العراق عبر مطالبهم الحقة يبدو بأن أحزاب السلطة عاجزة عن استيعابه حتى اليوم، واقع أكد بما لا يقبل الشك بأن أحزاب السلطة الفاسدة لا مكان لها في المشهد السياسي في مستقبل العراق الجديد.